هذا البرنامج برعاية بنك بروة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد في مرابحة. قال إسماعيل علي المدير التنفيذي في شركة ITS إن متطلبات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تضيف تحديات لقطاع تقنية المعلومات في تلك المصارف، وأضاف أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت توجها لافتا من قبل المصارف الإسلامية للاهتمام بإدخال أحدث التطبيقات التقنية في عملها، ما ساهم في رفع حصتها السوقية. التكنولوجيا في الفترة الأخيرة تطورت كثيرا وبدأت تساعد البنوك التقليدية والإسلامية. البنوك الإسلامية بطبيعتها طريقة تعريف المنتجات وطريقة تنفيذها والتعامل مع العملاء بتختلف ومعقدة نسبيا مقارنة بالبنوك التقليدية. فحاليا التكنولوجيا بدأت تساعد كتير في الجزء دوت، سواء باستخدام الورك فلو أو باستخدام منتجات زي الـ ITS بتقدمها إثكس. دي منتجات بتبقى مرنة إلى حد كبير إنها تساعد البنوك إنها تعرف كل الخطوات المطلوبة، سواء كانت عن طريق اللجنة الشرعية بالبنك أو عن طريق إنها تبقى متمشية مع الطلبات الخاصة بالإجراءات التنفيذية في الفروع. ودي بتدي إمكانية للبنوك إنها تعرف المنتجات بطريقة سريعة جدا وتقدر تعمل لانش في الماركت بطريقة سريعة. ده بيحافظ للبنوك الإسلامية باستخدام التكنولوجيا ديت إن هي تحتفظ بماركت شير معين في البنوك، وتقدر تكبر كمان عدد العملاء بتاعتهم، وبالتالي بتزود البروفيتابيليتي بتاعتها. لكن ما زال حتى الآن هناك من يقول بأن التعقيدات في القطاع التكنولوجي بالنسبة للمصارف الإسلامية ما تزال قائمة حتى الآن، خاصة في موضوع تعريف المنتج وأيضا تنفيذ هذا المنتج. كيف من الممكن التغلب على هذا الموضوع؟ الموضوع ده بتبصله لأن المقارنة بتتم ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. فالبنوك التقليدية موجودة بقالها فترات كبيرة والمنتجات بتاعتها تقريبا معرفة من فترة طويلة جدا، ومعظم المنتجات أو التكنولوجيا الموجودة حاليا بتبقى الأجزاء دي متعرفة فيها وسهلة جدا. لما نيجي نبص على البنوك الإسلامية بنلاحظ أن المنتجات بتاعتها في عليها أجزاء زيادة من التعقيد مقارنة بالبنوك التقليدية، واللي هي الخاصة بأن أي بنك إسلامي المنتج بتاعه لازم يكون متماشي مع الإجراءات الشرعية الخاصة بلجنة الشريعة في البنك. الإجراءات الشرعية دي بتتدخل في المنتج ابتداء من طريقة تعريفه للخطوات التنفيذية بتاعته، يعني فبتوصل للكونتراكت أو المطبوعات اللي بتتم خاصة بالمنتج دوت، بتأثر في الإجراءات نفسها إمتى بتتم عملية الشراء أو البيع أو التنفيذ. فدوت بيحط تحديات زيادة للمنتجات الخاصة بالبنوك الإسلامية. في الفترة الأخيرة التكنولوجيا بدأت تتغير للبنوك الإسلامية، يعني في آخر 5 أو 7 سنين عدد البنوك الإسلامية بدأ يزيد، المنافسة ما بينها وما بين البنوك التقليدية بدأت تزيد، فدوت خلى البنوك الإسلامية تركز أكتر على الجزء الخاص بالتكنولوجيا. ماذا عن أحدث التطورات فيما يتعلق تكنولوجيا فيما يتعلق بالقطاع المال الإسلامي؟ من الناحية التكنولوجية بالنسبة للبنوك الإسلامية حاليا بقى في أجزاء كتيرة البنوك بتقدر تتعامل معها. يمكن زمان كانت البنوك الإسلامية بتتهم بأنها ما بتستعملش تكنولوجيا متطورة، أو التركيز بتاعها ما كانش منلي على الجزء الخاص بالتكنولوجيا. في السنوات الأخيرة بدأت التكنولوجيا تبقى عامل مهم بالنسبة للبنوك الإسلامية، ده بيساعدهم إن هم يحققوا الاستراتيجيات بتاعتهم الخاصة بالنمو أو الاستراتيجيات الخاصة بإن هم يحققوا نسبة عالية من الماركت اللي هم بيشتغلوا فيه. فالتكنولوجيا في حاجة زي إثكس اللي بتتقدم ديت بتساعد البنوك إنهم يقدروا يعرفوا المنتج from A to Z بدون الرجوع للمورد الرئيسي. ففي الحالة دي البنك ما بيبقاش فيه عنده تايم أو وقت بيضيع بيأثر عليه ان هو يقدر يعرف المنتج او يقدر يعمل لانش للمنتج في الماركت بتاعه. حاليا البنوك بدأت تركز في البنوك الإسلامية على الخدمات الخاصة بالقنوات الاتصال او الديليفري تشانلز، وديت قنوات مهمة جدا زي الفرع او الانترنت بانكينج او الجزء الخاص بالموبايل بانكينج. دي مهمة للبنوك ومهمة للعملاء، دي بتدخل تحت بند الاوبريشنال اكسلنس في البنوك والكاستمر ساتسفاكشن. حاليا اي عميل لبنك اسلامي هيرفض انه يتعامل معاه لو لقى ان البنك التقليدي المناظر له بيقدم له خدمات بتخلي العمليات بتاعته اسهل بكتير. فبالتالي البنوك الاسلاميه بدات تستثمر فتره كبيره جدا في التكنولوجيا وبدات تقدم منتجات عاليه جدا. يعني حاليا معظم البنوك الاسلاميه في المنطقه عندها الانترنت بانكينج، الموبايل بانكينج، كل الخدمات بتاعتها موجوده. دي بتدي امكانيه للعميل ان يعمل اي عمليات بتاعته بغض النظر هو موجود فين او في اي وقت من اليوم.
وبرأيك إلى أي مدى ساعدت تكنولوجيا المعلومات البنوك من أجل الانتشار على المستوى العالمي؟ التكنولوجيا عامة بالنسبة للبنوك الإسلامية احنا بنعتبرها عامل بنقول عليه إنبلر، حاجة بتساعد البنوك في التحرك لقدام وإن هي تحقق اللي مطلوب منها. في الفترات الأخيرة بدأت البنوك الإسلامية وخاصة من منطقة الخليج تنتشر إقليميا، وفي منها بنوك بدأت تنتشر عالميا، في منها بنوك بدأت توصل لغاية أوروبا وفي أمريكا وبتفتح فروع تانية في إيجا باسيفيك. من غير وجود التكنولوجيا الموضوع ده كان هيبقى صعب شوية إن البنوك يبقى في عندها إمكانية فيزابيليتي على وضعهم الفعلي إيه في المناطق دي كلها. فالتكنولوجيا بدأت تساعد فعلا في موضوع الكونسوليديشن، إن البنوك تقدر تعرف وضعها المادي شكله إيه، وضع العملاء بتوعهم شكلهم إيه. التكنولوجيا بدأت تساعد البنوك إن هي تقدم خدمات للعملاء بتوعهم في بلاد كتيرة مختلفة بغض النظر إن العميل دوت عميل في أي بلد بالتحديد. فالتكنولوجيا بدأت تساعد فعلا في إجراءات كتيرة ساعدت البنوك الإسلامية في إن هي تنمو في أفريقيا، تنمو في منطقة الخليج، تنمو في أوروبا وفي الشرق الأوسط. ماذا عن التحديات التي ما تزال قائمة حتى الآن وتواجه المصارف الإسلامية في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟ العوائق اللي بتقابل البنوك الإسلامية جزء منها نفس العوائق اللي بتقابل البنوك التقليدية، اللي هو الجزء الخاص بالتكنولوجيا عامة. الصورة بتبقى معقدة جدا داخل البنك علشان تقدر تجيب الجزء الخاص بالإنفراستراكشر أو البنية التحتية وتساعد دوت إنه يبقى موجود عليه من فوق الجزء الخاص بالتطبيقات أو الأبليكيشنز، إنهم يكونوا متماشين مع بعض وفي الآخر بيحققوا اللي البنك بيتطلع عليه، سواء كان من ناحية استراتيجيات النمو أو من ناحية خدمة العملاء بشكل عالي. ده في حد ذاته بيعمل ضغط على الاي تي إن هو من فترة لفترة لازم يشوف إيه الجديد اللي في الماركت، يبدأ يشوف إيه الخدمات اللي ممكن تتقدم وإيه المنتجات اللي تقدر تساعد وتبقى سوليوشن متكامل، مش just only الجزء بتاع الابليكيشن، لكن الابليكيشن مع الانفراستراكشر الجزء ده كله مع بعضه بيساعد البنوك ان هي تقدر تتقدم قدام. قال الرئيس التنفيذي لشركة سيدكو كابيتال حسن الجابري ان عوائد الاستثمار في الاسهم الاسلامية تفوق تلك المحققة في الاسهم التقليدية خلال السنوات الخمس الماضية. واضاف الجابري ان على الصناديق الاسلامية تنويع منتجاتها وان تتعامل مع المستثمر بشفافية. احد التحديات الان هي حقيقة الصورة للاستثمارات الإسلامية بالنسبة للمستثمرين، فللأسف بعض الأحيان ترى أن الصورة بالنسبة للربحية أو الإنتاجية تكون ضعيفة بعض الشيء، ولكن عندما عملنا دراسات مثلا بالنسبة للليستد اكويتيز الأسهم العالمية، وهذه طبعا عم نرجع لمؤشرات عالمية مثل داو جونز إسلاميك إندكس، متى ما قارناه مع الاستثمارات العالمية بالأسهم العالمية بشكل عادي مش الإسلامية، وجدنا أن الاستثمارات الإسلامية تفوقت عليها خلال 10 سنوات من 17 سنة استثمار. فيعني ذلك أنه الحقيقة هي عبارة عن تصور أكثر مما هو تقصير من الإنتاجية. طبعا خلال الفترة الماضية من 2008 وهذا بعض الشركات الإسلامية أقفلت بسبب الصعوبات اللي واجهتها، ولكن توقعنا في المستقبل تتحسن. طبعا في تحديات أخرى، التحدي الآخر اللي نجده أنه عبارة عن كمية الشركات الاستثمار الإسلامية كثيرة ومبعثرة ولا تجتمع مع بعض وتساهم بمنتج نفسه، تحصل أنه نفس المنتج الشركة الفلانية تعمله والشركة الثانية والثالثة والرابعة وهنا في 10 مليون دولار هناك. اللي أرى أنه أن يعملوا سوية أكثر، ولا أعني بالضرورة بذلك أن الاندماج أو الاستحواذ على الشركات هذه، ولكن لما نتكلم عن برودكتس معينة منتجات معينة لابد أن يتناقشوا ويتحدوا بالإنتاجية حقت هذه المنتجات. انتهت حلقة مرابحة لهذا الأسبوع، نتمنى أن نلقاكم الأسبوع المقبل وفي الموعد نفسه مع حلقة أخرى. وللتواصل معنا حول الاستفسارات والتعليقات الرجاء المراسلة على البريد الإلكتروني مرابحة@cnbcarabia.com، وللإطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية وأيضا التطورات في القطاع المال الإسلامي زوروا الموقع الإلكتروني cnbcarabia.com وكذلك على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.